السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع بسكرة لنقف على الأشغال تاع السكنات الجديدة. أحياء كثيرة راهي قيد الإنشاء في ولاية بسكرة، وخاصة في المقر تاع الولاية، يعني بلدية بسكرة اللي تعرف حركة إنشائية في ميدان السكن كبيرة جدا. إن شاء الله تكون فيه التهيئة الخارجية والتشجير، خاصة أعيد وأكرر عملية التشجير الفيرديسمون وإنشاء مساحات حدائق وكذلك حزام أخضر حول المدن في الجنوب. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.